بتصي عليا يا معلم؟ اصلي عليك ليه؟ انا شفته اتنين متصاحبين. لا مش متصاحبين يعني، مجرد صحاب. لا مش ريش انا خالص، صحاب عادي دي. ده غير اللي هفلطت بيه يوم حفله رشا واحنا راجعين في العربيه. ايه هفلطت؟ عملت ايه يعني؟ هفلطت ازاي؟ ايه ده؟ صلي على النبي كده. منكوشه. ما هفلطتش ولا حاجه. بص بصراحه هو مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه بشكل صريح يعني، بنقرب من بعض يعني. بس انا ببقى مبسوط انا معاها يعني. هتلاقيهم اكتر واحد مبسوط في الدنيا وانا معاها. ماشي، ما هو ده الحب. طب بحبيتك انت كده ما تقدرش تقول لي بتحبني ولا لا؟ يعني وانا اللي هقول لك؟ مين اللي هيقول لي؟ عشان بصراحه انا مش فاهم يعني. بص مع الوقت هتفهم. وغالبا الهتفهم ده هيبسطك. محمد مفيش واحده تخرج مع واحد، تروح معاه حفلات، تسيب الحفله كلها وتقعد معاه هو بس من غير ما يكون في حاجه، فاهم؟ طب انت ايه بقى؟ هو قال لي ايه بقى؟ رشا دي نظامها ايه يعني؟ يا عم انت مالك انت ومال نظام رشا؟ يعني هي تبعك؟ ولا تبع وائل؟ بتتعامل مع بعض ازاي؟ عندها كام سنة طيب؟ مبدئيا كده ما تسألش عن رشا كتير عشان أجوبة كتير قوي مش هتعرف تلاقيها. رشا دي حالة نادرة يعني، مستحيل يكون في منها اتنين عامة يعني. أنا نفسي مش فاهم اللي ما بيننا ده إيه بالظبط. هل ده قصة حب؟ بس هو أكيد مش قصة حب، بس هو حب بس بشكل مختلف، بس فاهم؟ مش مفهوم قوي. انما دي ده قصه حب، ده ابو سهل ده. اتكل على الله بقى بعد اذنك. الو، ايه نيمة؟ لا عدوي لسه ما رجعش من عند اصحابه، وتوه كانت قاعده بتسقط قدام الفيلم بس لسه ما دخلتش اوضتها. شكل السهره كانت ممله عشان كده رجعت بدري. عايزه حاجه قبل توه؟ كلمي لي اخوكي كده عشان معيش رصيد. طيب دقيقتين كده وهتصل تاني. لا يا حبيبي مش هتتصلي تاني. وخفي تعومي بقى عشان اخوكي يا حبيبتي مش هيفضل لزوز معاكي كده على طول الخط. قصدك على ايه يعني؟ جرى ايه يا حبيبي؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ ما انت فاهمه ان قصدي على ادم. لو انت مش فاهمه طبع اخوكي كويس فانا بقى فاهمه طبع جوزي. عدوي حبيبتي قدم السبت وادى الامان لادم ومستني منه بقى يبين اي اماره، وسبحان من مصبره الصراحه لحد دلوقتي عشان انت عارفه ان طبع اخوكي رزل في الاصل وخلقه ضيق. وايه الاماره اللي مستنيها؟ الاماره يا حبيبه اللي بيبينها اي راجل شارب جد وما بيلعبش ببنات الناس. انا قلت افوقك انا بطريقتي قبل ما هو اللي يفوقك بطريقته، عشان انتي عارفه ان طريقته طريقه ميكانيكيه. فهماني كويس مش كده؟